حتى جديدة من واتس اون ام تي في منشوف من خلالها شوفي الليلة عبر شاشتنا حلقة جديدة من مسلسل 50,000 على الساعة 9 إلا ربع المساء. متابع هالمسلسل كل يوم من الأحد للأربعاء على الساعة 9 إلا ربع مع كل التطورات الجديدة. أما منا وجر فالليلة مع النجم نصيف زيتون على الساعة 10 إلا ربع المساء. وبذكركم أكيد مشاهدينا بأنه الليلة رح نكون عم نضوي مباني الام تي في باللون الأزرق لحتى ندعم التوحد والتوعية للتوحد لهالحالة يلي كثير من البيوت بيعانوا منها مع أطفالهم، يلي دايما منقول أنه هني ملايكة موجودين بيناتنا، وهيدا من واجب كل محطة إعلامية أنه تكون عم بتضوي على هالموضوع. أطلقنا أيضا هاشتاغ Lighted Up Blue MTV لحتى تكونوا أنتو كمان عم تدعموا معنا هالموضوع. منتابع كمان فقراتنا اليوم بـ MTV Alive مع جمعية Autism Awareness Association يلي هي عم بتكون عم بتنفذ هالإضاءة وعم بتكون عم تشتغل لحتى يكون في اندماج أكثر بالمجتمع لحالات التوحد، ودعم أكيد أيضا من قبل الجهات الرسمية تحديدا وزارة الشؤون الاجتماعية وكل الوزارات المعنية بالموضوع، ونحن دايما منساعد لحتى يكون في توعية ويوصل الصوت أكثر. هيدي كانت لمحة عن برامجنا اللي موجودة على mtv.com.lb وعبر ابلكيشن الام تي في. ممكن كمان الليلة تتابعونا لايف مباشرة عبر الابلكيشن والويب سايت من خلال نشرة الأخبار المسائية. بريك صغير ومنتابع.